نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو عدوي التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضح مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد، أوضح أن القافلة تتضمن عيادات متنقلة بها كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، لافتا إلى صرف الأدوية بالمجان.